قاتل الاهلي في كل مكان، مليون مبروك الفوز بكاس مصر، الفوز رقم 37 او البطوله رقم 37 للنادي الاهلي. الكهرباء مليون مبروك كهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك يا حبيبي، والحمد لله ان احنا كسبنا الكاس، و كان بالنسبه لي حاجه كبيره لان انا يمكن خامس كاس ليا، في خامس كاس مصر ليا في تاريخي، يعني يمكن خدت مع انبي والزمالك والكاس الخامس مع النادي الاهلي، فبالنسبه لي يعني انا مبسوط جدا وفرحان، وان انا واخد كاس مصر مع النادي الاهلي والدوري وبطوله افريقيا، فثلاث بطولات في اسبوع ولا 10 ايام بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. يعني مفيش احسن من لما كهربا يهدف وكهربا ينزل ورجليه في الكهرباء، ما شاء الله نمسك الخشب، ما شاء الله ما شاء الله، كهربا نزل النهارده قلب المباراه. والله هو كل ال مش عاجبه صلاح محسن؟ صلاح محسن حسابي معاك بعدين بس لما اجي لك. لا والله يمكن جون جه من عند ربنا الحمد لله بعد اجتهاد اللعيبه كلها، مش انا مش كهربا بس، اللعيبه كلها تعبت وربنا اراد ان هو يكافئني ويكافئ اللعيبه كلها بالجون الحمد لله، بس يمكن حظنا ان احنا جه جون فينا في اخر دقيقه وربنا كرم ضربات الجزاء. يعني ضحكته فيها كهربا ورجليه فيها كهربا، ضحكته ورجليه فيها كهربا حبيبي. مليون مبروك، الله يبارك فيك يا كابتن ايمن، مكملين مع